بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. الحقيقة أيها الأحبة، ينبغي دائما أن نكون في حالة خشوع وتدبر. يعني أنا الآن ذاهب في مشوار، لا ينبغي أن أغفل عن الله، أن الله يراني. لا ينبغي أن أغفل عن القرآن، يجب أن أكون في حالة خشوع. لماذا؟ سأتأمل معكم آية من أواخر سورة الأنبياء تصف لنا هؤلاء الأنبياء الكرام. الله تعالى يقول في وصف أنبيائه الذين استجاب دعائهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. آية عظيمة جدا. انظر إلى كلمة يسارعون وكلمة خاشعين. لماذا يسارعون؟ فعل مضارع مستمر، فيه استمرار، فيه مسارعة بالخيرات. وخاشعين لم يقل يخشعون أو خشعون، لا، خاشعين. خاشع اسم فاعل، يعني هو دائم الخشوع. طيب، نحن تعودنا أيها الأحبة أن الخشوع فقط في الصلاة مثلا، في الدعاء، في قراءة القرآن. طيب، ولكن القرآن لا يقول لنا إنهم يخشعون فقط في صلاتهم، الخشوع في الصلاة مطلوب، ولم يقل يخشعون في عباداتهم فقط، لا، وكانوا لنا خاشعين. يعني النبي كان في حالة خشوع في تجارته، خاشع، يخاف الله، وهو يتحرك ويمشي خاشع، يخشى أن يعصي الله، يخشى أن ينظر إلى ما حرم الله، يخشى أن يأكل ما حرمه الله، يخشى أن يؤذي ولو بكلمة عبدا من عباد الله، خاشعين. إذن الخشوع هنا، أود أن نقدم مفهوما جديدا للخشوع، أن حياتك كلها إذا أردت أن تكون مثل الأنبياء مستجاب الدعوة، حول حياتك إلى خشوع، عمل واحد فقط، طبعا بالإضافة للخيرات، ولكن الخشوع هذا مهم جدا، يجعلك في حالة تقوى. طب التقوى ماذا أستفيد منها؟ القرآن ربط بين التقوى والرزق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا أردت أن يأتيك الرزق من حيث لا يخطر على بالك ولا لم تحسب له حسابا، يأتيك من باب هكذا، يأتيك الرزق من يعني باب لم يخطر على بالك، لم تحتسبه، لم تحسبه. ومن يتق الله، إذن المفتاح هو التقوى. طيب ما هو التقوى؟ الخشوع هو عمل من أعمال التقوى، أن تكون في حالة خشوع وترقب وتفكر بالله، وأن تحذر عذاب الله. تحذر: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فأنت هنا عندما تشعر بالخشوع في كل لحظة تشعر أن الله قريب منك. طيب أنا أريد أن أخشع لله، وكانوا لنا يعني لله خاشعين. طيب أنا أريد أن أخشع لله، كيف أخشع إذا لم أستيقن أن الله قريب مني؟ وإلا أنا أخشع لإله بعيد عني؟ لا، هو قريب مني، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله قريب جدا منك أيها الإنسان، موجود معك، الله موجود معنا الآن، يرانا، يعلم ماذا نفعل، يعلم كيف نفكر، يعلم ماذا نخطط، يعلم كيف أنني سأغتاب فلان أو سأؤذي فلان أو سأخطط لأن أأكل مال فلان أو أي عمل سيء يعلمه، كذلك يعمل أعمال الخير يعلمها سبحانه وتعالى. فعندما أستيقن أن الله موجود قريب مني، وهذا الإله يستحق أن أكون خاشعا له، لأنه إله عظيم قوي عزيز خالق الكون، وكانوا لنا خاشعين، فحالة الخشوع التي أعيشها باستمرار تجعلني أتذكر وجود الله. طيب ما هي فوائد أن أتذكر وجود الله؟ كيف سأغير حياتي بهذه الطريقة السهلة؟
طريقة الخشوع وكانوا لنا خاشعين. بكل بساطة أخي الحبيب، تغير حياتك عندما تدرك أن الله سبحانه وتعالى يراك. فأنا إذا قصرت في وقت من أوقات الصلاة، فإنني بالفعل بمجرد أن أتذكر وجود الله أنه قريب مني، وأتذكر أنني يجب أن أكون خاشعا لله، وسارع فورا إلى الصلاة. لذلك ماذا قال عن الأنبياء؟ إنهم كانوا يسارعون مسارعة. لماذا؟ لأنهم كانوا خاشعين، وكانوا لنا خاشعين. فالخشوع يجعلك تسارع في الخيرات، تسارع باتجاه الصلاة. إنسان يحتاج مساعدة. كثير من الناس اليوم لا خير فيهم للأسف، للأسف الشديد. لماذا؟ لأنه فقد الخشوع. أنا عندما أعلم أن الله يراني، وأن هذا الإنسان الذي هو بحاجتي، الله بحاجتي. طبعا الله غني عن عباده، ولكن إذا احتاجني فلان كأنني أقدم هذه الخدمة أو المساعدة لله عز وجل. نحن نعلم نظرة النبي للأمور كانت مختلفة عما نفكر به اليوم. إذا مرض إنسان وذهبت لزيارته، تجد أن الله عنده. ما معنى تجد أن الله عنده سبحانه وتعالى؟ يعني تجد رحمة الله، وتجد رضا الله، وتجد حفظ الله لك هناك، ورزق الله هناك سبحانه وتعالى. إذا مشيت في حاجة إنسان تريد أن تقضي له خدمة، حاجة، مشكلة، تحل له مشكلة، تساعده في أمر ما هو مضطر له، نفست عنه هذه الكربة، الله يكون معك. إذا مشيت في طريق العلم، الله يكون معك. إذا غضضت بصرك، الله يكون معك. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. إن الله ماذا؟ خبير. إذن الله يراني، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، حتى النظرة الخاطفة التي لا يكتشفها أحد من الناس، الله يعلمها. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإذا حالة الخشوع هذه أخي الحبيب حولتك لإنسان، أولا إنسان كريم يعطي لأنه يعلم أنه يعطي من أجل الله، يصبر من أجل الله. واصبر وما صبرك إلا بالله. يعني أنا أصبر بالتوكل على الله ومن أجل الله. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أنا عندما أقدم أي صدقة أقدمها لله، لا أنتظر شكرا من أحد. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أنا الذي يشغل بالي هو رضا الله عز وجل. هل الله راض عني؟ هل الله قبل مني هذه الصدقة؟ هل الله قبل مني هذا العمل؟ فتجد أن المؤمن الخاشع في حالة مسارعة في تجارته، خاشع لله، لا يغش، لا يكذب، لأنه يعلم أنه يتعامل مع الله أولا وليس مع العبد. يعني أنا أستطيع أن أضحك على فلان، ولكن هل أضحك على الله سبحانه وتعالى؟ لا. أنت تستطيع أن تخدعني عندما تبيع لي هذه السلعة وتقول لي، تعطيني مواصفات غير حقيقية وتأخذ ثمنا غير حقيقي، تخدعني. ولكن هل أنت تخدع الله؟ فعندما تكون خاشعا لله، هذا الخشوع يمنعك من الغش، يمنعك من الكذب. اليوم عصر الكذب للأسف، يعني لأنك تعلم أن الله يراك. طيب أنا أستطيع أن أكذب على فلان، ولكن هل أكذب على الله؟ لا. ويوم ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. فوجه الكاذب يكون أسودا. عندما أكون في حالة خشوع لله، أنا أستحي من الله أن أكذب، أستحي من الله عز وجل أن أخدع فلان. وبالتالي هذا الخشوع حولك لإنسان نقي، إنسان تحب الخير للناس، إنسان تتقن عملك، وهذا أول طريق النجاح، إتقان العمل. حولك لإنسان محب للخير،
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لذلك أيها الأحبة، كلمات قليلة نختم بها هذا اللقاء. اعلم أخي الحبيب أنه لا يضر ولا ينفع إلا الله، واعلم أن الله يراك والله يريدك خاشعا. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. القرآن هنا يقول لك أقل أضعف الإيمان أن تخشع في صلاتك، هذه الدقائق التي تقفها بين يدي الله على الأقل كن خاشعا فيها. ولكن الأنبياء كان حالهم خشوع، كانوا خاشعين وكانوا لنا خاشعين. فإذا اقتديت بهؤلاء الأنبياء الكرام ستكون أولا مستجاب الدعوة كما استجاب لهم، ستكون في مرتبة عالية عند الله عز وجل، وستكون أيضا أكثر سعادة وأكثر طمأنينة بهذه الحياة، وستكون أكثر نجاحا وأكثر فائدة لغيرك. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.